ومعانا عبر الهاتف ايضا كابتن حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي. اهلا بيك يا كابتن حسام. مساء الخير. ازاي حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله. تهانينا لحضرتك طبعا على التاسيس للاتحاد، يعني ما بقاش جديد، بقى 5 سنين ده ما بقاش جداد، ولكن حضرتك شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني حضرتك يوم بعد يوم حاسس ان الدنيا ماشيه معاك كاتحاد اولمبي في اللعبه الى الامام؟ طيب خلينا الاول نبارك لمصر وشعب مصر على الفوز العظيم اللي حصل النهارده في بطوله الامم الافريقيه، وكانت مباراه ممتعه وبصراحه حاجه مفرحه، ونفسنا بقى نشوف الرجبي باذن الله ماشي في نفس الطريق، طريق الانتصارات. الله يبارك في حضرتك يا دكتور. انا عارف طبعا الطريق لسه قدامنا طويل، لكن انا بمجهود طبعا الاتحاد والزملاء في الاتحاد واللعيبه والمدربين والاطقم الفنيه ان شاء الله متفائل باذن الله. ان شاء الله يا كابتن. طيب خلينا نتكلم عن الرجبي، يعني يمكن اكيد حضرتك متولي المسؤوليه وتطمح ان انت تنشر اللعبه، بتحلم في يوم من الايام تشوف ماتشاتها بتتذاع على التلفزيون، بتحلم بدوري قوي، يعني شايف انت الدنيا سنه بعد سنه بتبقى احسن معاك في هذا الاتجاه؟ طبعا اكيد، يعني احنا ان شاء الله في سنه 2021 السنه اللي فاتت أقامنا بطولتين في الإسكندرية، كانت بطولة عربية في فبراير وبطولة منطقة ريجنال في الشهر 9، فالأمور ماشية كويس. طبعا مش هقول لك إن الطريق وردي، لأن مفيش طريق مفروش بالورود، طبعا محتاج تعب ومجهود. هدفنا الأساسي هو نشر اللعبة و ان احنا نعمل قاعده كبيره من اللعيبه، لان هي دي القاعده اللي هتوفر لنا بعد كده منتخب واعد نقدر ننافس في الاولمبياد باذن الله. طب كابتن خليني اسالك عن يعني البنيه التحتيه، يمكن انت لعبه جديده واكيد ليك مواصفات او مقاييس معينه للملعب، وكنت بتكلم فيها مع كابتن حسن دلوقتي، واكيد برضو ليك اساليب تدريبيه معينه، اجهزه اكويبمنت محتاجها، شايف يعني محتاج دعم اكتر من الدوله ولا شايف الدنيا في تقدم في هذا الموضوع؟ طيب خلينا نتكلم، احنا عارفين اساسا ان مصر البنيه التحتيه الرياضيه قويه جدا. صحيح. العكس الفتره اللي فاتت اضفنا ملاعب واضفنا قرى اولمبيه، وبالتالي البنيه التحتيه عندنا قويه، وزي ما بقول لك الناس بتوع الاتحاد الافريقي لما كانوا موجودين في البطوله اللي فاتت كانوا بصراحه منبهرين بالموجود في مصر وتوافر الملاعب. احنا الميزه عندنا ان احنا محتاجين ملعب كره قدم نجيله. ده نعم. موجود. نعم. مش محتاجين اكويبمنت، بمعنى اكويبمنت لان اللبس، يمكن باشمهندس حسن قال لك اللبس، احنا لبس زي كره القدم او الهندبول، شوز بتاعت كره قدم، فالتكاليف مش موجوده. اللي بنحاول نعمل مع بمساعده الاتحاد الافريقي والاتحاد العربي بنعمل دورات، الحمد لله المره اللي فاتت عملنا دوره مستوى اول وثاني للاطباء، عملنا دورات للمدربين للحكام. يعني انا لسه وصلني خبر دلوقتي ان في حكم من عندنا اسمه عمر بندق، هو طبيب، يعني احنا ما عندناش احتراف في اللعبه. نعم. هو طبيب بشري الحمد لله، مسافر تونس في البطوله العربيه هتتعمل 25 فبراير الحالي في تونس، ما شاء الله، اترشح ان هو يبقى حكم اساسي في المباريات. واحده واحده الكوادر بتخش، اي واحده واحده كوادرنا بتبقى موجوده. طبعا انت عارف، طبعا انت عارف، طبعا اي لعبه انت محتاج غير اللعيبه وغير القاعده العريضه، انت محتاج مدرب، محتاج صحيح. حكم، محتاج طبيب. صحيح. فالكوادر دي كلها بنحاول نكونها بمساعده زي ما قلت لك الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي. وزاره الشباب والرياضه طبعا بتدعم اللعبه. معالي الوزير كان في اخر اجتماع حضرته انا والمهندس حسن مع السيد خالد بابو رئيس الاتحاد الافريقي، وعد بدعم اللعبه، والاتحاد الافريقي وعد ان كل سنه هيبقى في بطوله اساسيه افريقيه موجوده في مصر. ممتاز. ان هم زي ما قلت لك شافوا البنيه، بنيه الملاعب، بنيه تحتيه للملاعب، فنادق، شبكه مواصلات وطرق على اعلى مستوى، طبعا احسن اعلى مستوى يعني في افريقيا. فالناس بصراحه منبهرين، وفي الاخر هم بلغوا معالي الوزير ان عايزين مصر تبقى هي الهب بتاع الرجبي في افريقيا ان شاء الله. الحقيقه انا بحييك على المجهود ده وبحيي الاتحاد كله. وخليني اسال حضرتك بس سؤال اخير، لان السوشيال ميديا كانت قلبت
بعد خسارتنا من ماتش تونس 38-0. فطبعا الناس فاكره ان 38 هدف، فطبعا الناس محتاجه، يعني انا طبعا عارف الاجابه، بس محتاج اسمع من حضرتك ان ال 38 هدف دول مش 38 هدف. انا هسيب لحضرتك تشرح ال 38 دول عباره عن ايه. هو حسن طبعا معاك، وحسن لاعب وكان يعني يتولى الاجابه دي، لكن هم في الاخر 5-0. ايوه بالظبط، الهدف بسبعه. تمام كده، صح كده. هي تمام يعني، بص زي ما هقول لك برضه، يعني ناخد مثلا برياضه التنس. نعم. التنس لما بتبدا تعد بتقول 15-0، فهي 15-0 هي نقطه واحده، هي مش 15-0. صحيح. ازاي يقول لك ده خسر 40-0؟ يا خبر ابيض. فالكلام ده مش مظبوط. لا بس انا حبيت بس اوضح، لانه هي طريقه العد غريبه شويه. وانا بصراحه يعني طبعا بشكرك على استضافتي انا ومهندس حسن، لكن في النهايه اللعبه مش هتنتشر غير بمساعدتكم انتوا رجال الاعلام والتلفزيون، شبكه الفضائيات المصريه. على فكره برضو دي من ضمن الحاجات اللي الاتحاد الافريقي شكر عليها معالي الوزير، ان احنا عندنا اقوى ميديا موجوده في افريقيا، يعني سواء عدد الفضائيات اللي موجوده، سواء السوشيال ميديا، شبكه الانترنت اللي بتغطي الجمهوريه كلها. فطبعا الميديا لها دور مهم جدا في نشر اللعبه، ومش هقول لك ان احنا عايزين نعمل الماتشات على الهوا، لكن على الاقل لما نبدا نسجل الماتشات ونزحها الناس هتبدا تاخد فكره شويه عن الرياضه. وانا مش عايز اقول لك احنا لما بنخش المدارس عدد الولاد اللي بيخشوا اللعبه بيبقوا قد ايه، يعني انا نفسي كنت مذهول ان في مدرسه يعني مؤخرا في الاسكندريه 45 واحد دخلوا في اول يوم، يعني احنا كنا فعلا منبهرين بالموضوع ده. واحنا بنحاول نوفر على قد ما نقدر كور واي اكويبمنت للولاد عشان ننشر اللعبه معاهم. ما شاء الله. زي ما قلت لك هي دور الميديا معانا، ويعني انا بشكرك زي ما قلت لك يا فندم. الشكر ليكم، انتوا اللي بتبذلوا المجهود يا كابتن، وانتوا اللي بتشتغلوا لمصر، فاحنا اللي بنشكركم واحنا بنقف في ظهركم ومعاكم، وان شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق، وبرنامج الابطال تحت امركم في اي حاجه من هنا ورايح. انتوا لعبه يعني مبتدئه، وان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق كابتن حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا في برنامج الابطال.